يا صباح الخير وصباح العافية على كل مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس، وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو، يا رب يكون نهاركم كله خير وبركة وسعادة مثل ما عودناكم على جولاتنا الصباحية اللي تكون بمختلف الأسواق اللي موجودة ببغداد، إذا كانت جانب الكرخ أو الرصافة. طبعا احنا اليوم جولتنا شيء مختلفة، مثل ما تعرفون احنا هسه مقبلين على الشتاء. الشتاء دائما أغلب الناس ويعني أكثر الناس أنه يفضلون الملابس البالة، دائما بداية فصل الشتاء أنه تنزل أشياء جديدة وهواية بالبالة. فإحنا هسه موجودين بسوق البالة. سوق البالة طبعا مثل ما تشوفون به هواية أشياء. سوق البالة هي مو بس ملابس، العفو تكرمون، حتى الأحذية تجي من البالة وكل أنواع الملابس، من التيشيرتات، من البناطير، عفوا بلوزات، كلها تأتي الجبالة. ومثل ما قلت لكم الناس ترغبها في فصل الشتاء هواية. فإحنا اليوم راح نحكي بأحد الموجودين من المحلات حتى يحكوا لنا عن إقبال الناس شنو فصل الشتاء بملابس البالة، وشون يجيبوها، وشنو طريقة الغسل مالتها، وشون يهتمون بها قبل ما يبيعوها للناس. ويانا هذا الشخص أكيد راح نحكي إياه وراح يشرح لنا بصورة عامة عن سوق البالة. السلام عليكم وصباح الخير. السلام عليكم صباح النور. يا والله الحمد لله بخير. احكي لنا عن سوق البالة بعدين نطب الموضوع. ان شاء الله ان شاء الله. الجو حيرنا بين الصيف وبين الشتاء. بالضبط. اي زين، شلون نشوف اقبال الناس على البالة؟ والله هسه سحب ماكو، قليل، مو هذاك السحب القوي. نعم. اي هسه احنا من سجان على فصل الشتاء داخلين. اي ان شاء الله. اكو عالم تدور صيفية، اكو عالم تدور شتوي. بالضبط. زين انتوا هاي البالة من تجيبوها؟ والله كل الدول نجيب، من امريكا، من هولندا، من كل الدول نجيب من عندها. يعني اكثر دولة والله هولندا، كل الدول ما احنا نجيب من عندها. يعني ماكو في الدوله معينه نجيبه من عندها، بس اللي عندنا العبي دجاجه من الامارات نجيبه. اي يعني هم كم مختصين دول الخليج كالعبي والبشتات وهاي الامور. تمام. زين زين، ها انتم عندكم في الطريق خاصه بالغسل مالتها، بالتعقيم مالتها، لو شنو من الخارج يجينا هو مغسول ماكو، كله يجي جاهز منك هو معقم ويجيبونه للخارج. زين، انه انتم عندكم يعني كدليل واثبات انهم معقبيها يمهم، لو بس على الكلام؟ والله بس على الكلام احنا من بس اكيد هم الناس اللي تشتريها بيكونوا حريصين، المفروض انه ياخذوها كمن يشترون الناس، المفروض لازم انه كتعقيم كغسل تمام قبل ما يلبسوها، اذا اطفال او كبار. حتى انا شايفه انه بالبالة اكو فرشات يعني مال فراش. لا مال فراش هو يجي هو يغسلهن، او بالان يغسله ويعقمه ويجيبه. ما احنا لا، ما احنا نبيعها، هو يجي هو هم العالم تاخذ تغسله وتركوي. نعم، يعني القصد مشاهدينا انه اللي تشتروها من السوق الملابس او فراش او اي شيء تاخذوه من سوق البالة، انه مو لازم تعتمدون ان هم معقم من الدول اللي هي جايه، لا اكيد انه لازم تاخذوه وتعقموه وتغسلوه، ويعني باقصى درجات التعقيم، لان احنا اللي لابسين هاي الملابس ما نعرف هم شنو بيهم، امراض، بكتيريا، ميكروبات، ما نعرف ان هم شنو. بس احنا علينا انهم بس يبيعوا، المفروض من تشتروه قبل انه مثل ما يعني يعني هسه ذكرنا انه يتعقم وينغسل قبل ما يلبس، اذا كان فراش قبل ما تنامون عليه او ملابس. وحتى الزنجيل جاي يجيب البالة يشتري الزنجيل ويجيب البالة. زين برايك شنو السبب؟ والله يقول حلوه وقطعه وحلوه، لانه فاصل من الجديد، الجديد يوم الدجاج نذبه، بس مال البالة اصلي. اصلي؟ اي هم يا اخوان كلها اصليه. هسه قطعه هسه 5000، نبيعها ب 5000 كوباي، هسه بس ما تاخذها ب 25000 بالمحلات. بالضبط. شو تشوف اكثر شيء يمشي بالبالة؟ شنو القطعه اللي تمشي بالبالة؟ البالة الطفي اللي يمشي عندي، رمش، كله يمشي، شغلات نسائيه، دجاجه يمشي، عبايه درجه اولى تمشي، من كله يمشي، شغلات حلوه تمشي بالبالة. عاشت ايدك طبعا. هذا تسولف ويا الاخ اكيد بعدنا مستمرين. السلام عليكم ابو علاوي، شلونك؟ سلام عيني، اهلا وسهلا بيك، ميت مرحبا. شلون تشوف البالة؟ والله البالة مال فقير. مال فقير؟ اي ايش اقول لك؟ مال الفقير، لان المواطن هسه العالم حالته تعبانه، والوضع يعني الوضع المادي المعيشي تعبان، فاكو عالم يعني ما عنده فدنه، معيشته منتهيه. فهي تجي تاخذ القطعه ب 1000 دينار ب 500. هو بسبب من؟ سبب الدولار. صعود الدولار أذى العالم، عاد المواطن والشعب، يعني البائع والمشتري، الدولار هو الأذانه، فكل يعني حتى الجمرك صعد علينا. أو بسبب ارتفاع الدولار. بسبب ارتفاع الدولار، لأن الدولار هسه احنا كنا بالنسبة لنا المحلات جوز السنة نشتغل، سنة اللخمة نشتغل، صعود عندنا بالدولار. اي البالة صعدت، يعني القطعة كانت ب 500 دينار هسه أصبحت ب 1000 دينار. حتى على المواطن صعدت، المواطن متعلم على البالة. نعم. يجي ياخذ مال الطفل ب 500 احسن ما يروح ياخذها ب 10000. هو ليش يجي المواطن للبالة؟ صحيح.
زين ايش وقت تشوف انه الناس ترغب للملابس الباله هواي فصل الشتاء لو بالصيف؟ لا بالعكس الصيف والشتاء اقبال على الباله قوي، لان الصيني كله صيني ردي. اللي يروح للصين 13 درجه الصيني. الاولى والثانيه، الاولى ما تجي للعراق، تروح لامريكا والبريطانيا والالمانيا. يعني حتى الباله بها درجات؟ والله درجات. ليش اقول لك؟ فهاي المواد كلها مثلا هسه هم هناك ما يستعملوها هواي، كل سنه وتتحول لنا للعراق تجي، ويعتبرون احنا من الدول الثالثه. احنا اهل النفط واحنا اهل الدوله الثالثه، يعني اهل الذهب وبس هاي كلها. اي مثل ما ذكر هسه قبل شويه الاخ اللي حكينا وياه قال انه حتى الزنجين انه يجي ياخذ كلها تجي، يعني انت لا تتصورين الباله كلها تجيها، الدكتور والمهندس والضابط كلها تجي منها. هسه انا عندي هنا معامل على القماص على الستر. زين انت كبرايك من تقول الكل يجي عليها، كنقول زنجين او فقير يجون عليها كحبا بيها لو على الرخص؟ لا مو الرخص، حبا بيها. ترى هي واهس الباله غير واهس. تجين تاخذين مثلا قطعه انجليزيه سعرها هسه بالسوق ب 600 دولار، تجي تاخذيها من هنا ب 3000 دينار. اي والله العظيم. ما يعرفوا لها. اكو عالم تعرفوا لها. هسه انا عندي مثلا عندي قضاة تجي تاخذ من عندي، ضباط يجون ياخذون زقوط، القوط الرجالي احسن ما يروح ياخذ التركي رديء ب 300 دولار، يجي ياخذه ب 10000 دينار يكوي معدل يطلع قاط. اي اي طبعا شكرا لك واخذت من وقتك. اهلا بك. اهلا وسهلا بك. مثل ما تشوفون مشاهدينا انه ذكرنا الاخ انه يقول انه طبعا كل يشتري ملابس الباله اذا كان الفقير او الزنجين يشتروها كحبا بيها، كالقطع كنقول رخيصه، انه صح هي موجوده بالسوق بس موجوده مثل ما ذكر انه كمبالغ عاليه بالباله، انه تكون سعرها 500 ولا 1000 دينار فتكون احسن. بس احنا يعني نتمنى انه من الناس اللي تشتري ملابس الباله انه تهتمون بالنظافه مالتها، لان مثل ما تعرفون ان الناس اللي لابسيها هاي الباله من اي نوع من الدول، اي دول موجوده، انه مثل ما ذكر هولندا، صين، امريكا، اي دوله، انه ما نعرف انه احنا لابسينهم شنو امراض بيهم او شنو الشيء صاير بجسمهم او الفراش اللي ينامون عليه ما نعرف انه هو شنو بيه. فلازم انه ما تشترون تدخلوها يعني تعقيم، اقصى درجات التعقيم، انه لازم تتعقم هوايه، لازم تهتمون بها قبل ما تلبسوها. انه ما اقول انه خصوصا للاطفال وخصوصا للكبار، لان احنا كنا جسم واحد، فانه لازم تكون النظافه موجوده بهاي ملابس الباله. مثل ما تشوفون لان انه رغبه الناس للملابس الباله كلش هوايه، كرغبتها نقول من ناحيه الفقير هي رغبتها انه لان رح يعني كرخيصه، من فقير يجي يشتري 10000 القطعه ب 500 و10 وعفوا 1000 دينار، فياخذ له فد فد نقول 7 قطع 8 قطع انه يشتريها ب 10000، وين انه يروح يشتري القطعه الوحده ب 10 او ب 15. فاحنا اهم شيء نقول احنا بعد اكيد احنا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا بجولتنا. السلام عليكم، شلون صحتك؟ مثل ما تعرف انه احنا هسه داخلين على الشتاء، فدائما اللي انا اعرفه انه اقبال الملابس على الباله هي بالشتاء. بالشتاء اريدك تشرح لي عنها. والله شويه الحركه احسن من قبل، بالصيف شويه السوق كان فد مره تعبان، يعني اكو حتى عالم عافت محلاتها وعالم اي فد مره يعني صارت، وهذا شويه السوق شويه بدا يتحرك، عالم قامت تطلع عالم قامت تجي، لان شنو قلنا نكسر غراض كلها جديده شتويه. ويعني هو من ناحيه راح تبدي الحركه ان شاء الله. الله بحيل الله. زين انت هنا شنو بس فراش يعني لو شنو؟ انا اشتغل منزلي واشتغل نساء واطفال. يعني هاي انت همينه ما تعرف انه مثل ما ذكروا الاشخاص انه هاي معقمه ما معقمه لو شنو؟ لا ما معقمه. تمام. يعني كنصيحتك للناس اللي تشتري منك شو تقول لهم؟ اي اكيد هو ويهل يعرفون العالم. يالي ياخذون يشترون منها يعقمون، لان هي نسوان اكثر من مره، يعني اكثر من وحده تبيع تقول راح اعقمهم، يعني نعرف احنا بهاي السالفه. شكرا لك. عيوني انت. هلا بيك. هلا بيك. الله يخليك. مثل ما شفتوا مشاهدينا عده الاشخاص اللي حكينا وياهم شرحوا لنا بصوره عامه عن الباله وعن حركه الباله ومن الناس اللي تشتري ومن الناس اللي ما تشتري واسعارها وشنو رغبه الناس الها. فاكيد بالاكيد وصلنا نهايه جولتنا، فانه الكلام الاخير اللي هو نقول لازم تهتمون بالتعقيم، انه ما تشترون الملابس الباله، تهتمون بالتعقيم لان تسبب امراض كلش هوايه. ويا ربي التوفيق للجميع. وصلنا نهايه جولتنا، مع السلامه.